الشيخ داير تعليق على مقطع سيرينا في الواتساب في مساء الهواري، تكلم عنك انت وقال هو يتكلم في محاضرة، المحاضرة دي 90% هو بيتكلم في الآيات و10% تعليق منه، وانت قلت ده كله كلام فارغ. فقال لو حكمنا على الزول ده بالحكم الظاهر كفر، انه انت قلت كلام فارغ والمحاضرة 90% قرآن. طيب قال وعنده قال محاضرة ده الهواري قال وده الأموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لكن عشان أنت بس سألت أنا حجاوب، لكن أنا ما قاعد أجيب اسمه للناس كثيرا لأنه ذي انتهوا، زول ما عنده دعوة ولا عنده طلاب شغالين دعوة ولا عنده أي حد، ناس قاعدين مبارين المنظمات دي، منظمة كذا منظمة كذا منظمة كذا منظمة كذا، وما فاضل لي دعوة الله ذاته، واليوم اللي فضليها يفضل لي دعوة باطلة ما حقت الله وهي دعوة الإخوان المسلمين عموما، وده أنا رديت عليه ذاته مسجل وموجود منشور، لكن نرد تاني. قال عنده محاضرة قال 90% آيات، بس ما حصل، سمعنا هذا الدكتور المذكور المدعو كذا وكذا إنه عنده محاضرة كانت 90% آيات، كل محاضراته بيقراها من الورقة، كذلك خطبة الجمعة وكذلك الدروس، عنده ورقة بيطلعها من النت بيجي بيقراها للناس، دورة البيوع يقرا في الورقة ويفوت زي الجريدة كله حتى الخطب، وعمره ما سمعناه بيذكر 90% آيات أصلا ولا 10% آيات برضه ما سمعناه، لكن كذاب قول 90% آيات. وقالوا أنت قلت كلامه ده باطل، قال معناته أنت إما كفرت وإما ده كلام كله فارغ كلام الرجل ده، أنا ما قصدي الآيات. ربنا قال عن التوراة والإنجيل عن اليهود والنصارى عن كتبهم التوراة والإنجيل يحرفون الكلمة عن مواضعه، الله قال الإنجيل والتوراة محرف، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. شيخ الإسلام ابن تيمية فسر هذه الآيات قال وبالتأكيد وبالتأكيد أو قال ومن المؤكد أن هناك بعض الآيات من كلام الله عز وجل ما زالت باقية في التوراة المحرفة وكذا في الإنجيل المحرف، ولكن قول الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه والآيات في الباب يقصد بها أنه نالته يد التحريف وأنه حرف وأنه باطل. فلما نقول الإنجيل محرف أو باطل، ابن تيمية قال لك ما قصدنا كل الآيات اللي فيه، قصدنا أنه في النهاية دخل فيه شنو التحريف فصار باطلا، وده قصدنا في كلام هذا الدكتور، وكلامه ده ما كلام الله ذاته، يعني يقول 90% ولا 40%، فده القصد وده معروف أصلا، ده معروف أصلا ولا يحتاج إلى رد. وهو نفسه هو نفسه نقلب له الحجة، قال دعوة شباب التجريح ذي اللي احنا أبان سكاكين خلاص عنده هو، قال دعوة شباب التجريح دعوة باطلة وترضي أمريكا، وهؤلاء الشباب بدعوة وهؤلاء الشباب أخطر من أمريكا، ده ذاته في لغاء المزاد مسجل موجود. طيب نحن دعوتنا دي في آيات ولا ما فيه؟ ها؟ عايز الشيخ أبو بكر ده قاعد يذكر كم آية في الخطبة؟ أكثر هو ولا الهواري؟ ها؟ ذاك ما الله أعلم يذكر آيتين ذاته. ذاك خلاص؟ أها دعوتنا دي باطلة في آيات، الهواري برضه كفر. يا أخي ده ما فاهم أي حد، وأنا ما أعرف الناس اللي بيقوا دكاترة كيف ذاته؟ والله العظيم جدا. ناس جهلة، ناس حمقى، بولدة لا يفقهون شيئا في دين الله اصلا. خلي الكلام ده كله، دعوتهم للتوحيد هنا انا داير دعوه لهم واضحه لنشر التوحيد ومحاربه المشركين ومحاربه الشرك من المتصوفه وعباد القبور وغيره. عندك؟ اذا دعوتهم دي باطله، ما دعوه الرسل، حتى لو ما كان عندهم بدع ثانيه من تزكيه السيد قطب كما ذكره الدكتور ذاته من غيره من غيره، ده كله لو ما عندهم دعوتهم باطله، لانه ما دعوه الانبياء. الله قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الليله كان عندنا غافله دعويه
إلى منطقة تسمى السلمة بين الدامر وعبرة، قرية فيها الآن الشيعة جو من مصر، مصريين زي المصري البكور البيانة مجد الفاطمي، جو طاشين من هناك ضالين، ده ضال وده ضال حتى لو ما شيعي ده ضال برضه، فجو من هناك يسبوا الصحابة ويسبوا في السلف وفي الدعوة السلفية وينشروا في منهج الرفض والتشيع. جمعنا أخواننا والآن جبنا عربات من أخواننا الفضلاء جزاهم الله خير، حسا كنا ماشي ما كان حيكون بدرس أنصار السنة هناك أتباع الزول ذاته الهواري، قالوا لا أصل في جامعة بتاع أنصار السنة وفي بيت بتاع واحد، قالوا في الجامعة ما يجوا لمده حقنا ما بنفتحه له، والبيت ذاته حق واحد تابع لهم برضو قالوا ما يجوا، يا أخي قال لهم داري حربوا الشيعة قالوا برضو ما يجوا، مع إنهم في قاعة الصداقة جابوا عبد الحي سروري خارجي مبتدع علمنا الحاج مبتدع، عرفت كيف؟ مين برهامي مين مصر تكفير زي ديل عصام أحمد بشير وغيره، لقطوا المتردية والنطيحة ها؟ ومن لم يأكل السبع من عفانته وقرفه رقتهم جاءوا مغاطى الصداقة، قلنا لهم ديل أهل بدع، قالوا أي لكن في محاربة الشيعة تجتمع الأمة، ها نحن كفار؟ نحن ما من الأمة؟ يا أخي الناس ما عندهم حاجة، شكي دائما الآن كل ما يقول لي فلان قال أقول أموات غير أحياء وما يشعرون أيان بعثون، انتهوا الناس يا أخي، زول ما عنده دعوة ده انتهى، قد يكون عنده قروش عنده منظمات راكبين عربات غيره، دي ما بتحلك دي ما بتحلك، أنت شغال دعوة في الواطة دي الناس بيعرفوك وبتكون ماشي، عقيف في الشارع ده في الشارع البرة بتاع الزلة الغربي ده، وقف العربات جيب بوليس حرك، أسأل أي عربية بتعرفوا الهواري؟ لا أمشي، تعرف الهواري؟ لا أمشي، تعرف البرعي؟ أيوة ألف على الحبيب أمشي، عرفت كلامي؟ ما بعرفوا الهواري، هواري بتاع شنو؟ ما بدل بعرف، أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا بعثون، خليهم كده قاعدين، خليهم ميتين قاعدين، جزاكم الله خير بارك الله. بس تنبيه يا جماعة، تنبيه مهم جدا، الناس ما تجيب برا يا جماعة، لأنه المسجد ده ما عنده حوش زي باقي المساجد، والبيوت يعني عورات كما تعلمون، جزاكم الله خير، الناس طوارق وفيها مفاسد جرتها إلينا في المسجد، فالناس تمشي طوالي، كل زول يمشي بيته طوالي، دار تقابل